لا تمدي ايدك على شيء. امي هلا بيرجع بيعصب. يعصي هيك كل مره بصير يكسر ويطبش. طيب اذا رجع وما لعاني مساوي الغرفه شو بدي اقول له؟ ليلو اللي وسخ بنظيف، ما لي خدامه عندك. امي بتضبي جوزك احسن لها. ليش شبو؟ شو نحن مو قاعدين غير ننفذ له اوامره؟ عم يامركم لمصلحتكم، ما عم يتفلبط عليكم. لك طيب شو دخل شريط الرباب بمصلحتنا؟ لك رجال كبير بدك يا يخلع مشوار لبيت اخته. اخي عطيه هات. امي هلا انا بدي ضل قاعده بالزباله ليرجع شفي. لا عادي عند بدي. شو تقعدي عندي؟ انا بدي ارتاح، ما بدي حدا يقعد عندي. لا 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 بديكي بقتلك على ما اشخفك برد اختك. ما بدي وياها سوا.